بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، وسمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة. نظم النادي عصر اليوم السباق 11 لهذا الموسم، والذي أقيم على كؤوس سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وكأسي سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة وكأسي نجلاي سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة سمو الشيخ حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة وسمو الشيخ عبد الله بن عيسى بن سلمان آل خليفة، وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير، وبحضور عدد من أصحاب السمو وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل. Thank you.
وقام سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة بتتويج الفائزين في السباق، حيث قدم سموه كأس الشوط الأول إلى المضمر الفائز جيمس نيلر، وقدم سموه كأس الشوط الثاني إلى المضمر الفائز جليل الملاح، وكأس الشوط الثالث إلى المضمر الفائز ألان سميث، كما قدم سموه كأس الشوط السادس إلى المالك الفائز حبيب رمضان، ثم قدم سموه كأس الشوط السابع إلى سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى الخليفة، فيما قام سمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى الخليفة بتقديم كأس الشوط الرابع إلى سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى الخليفة، فيما قدم سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان الخليفة كأس الشوط الخامس إلى المالك الفائز محمد جمعة.